ونبقى في أجواء المنتدى، حيث أكدت سعادة نهال بدري أمين عام مجلس دبي للإعلام أن المجلس أطلق منذ إنشائه العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلام في الإمارة. بكل تأكيد المشهد الإعلامي يتغير بشكل إيجابي، لأن مجلس دبي للإعلام يسير بخطوات ثابتة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام الواضحة بتبني رؤية شاملة لتطوير قطاع وصناعة الإعلام على مستوى دبي. من خلال توحيد جهود قطاعات مختلفة في دبي تأثر في مجال الإعلام، منها قطاع الاقتصاد والسياحة والاتصال الحكومي وقطاع الثقافة والفنون وغيرها من القطاعات، يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة دبي الإعلامية بشكل يعكس مكانتها ويعزز تنافسيتها في كافة المجالات. ونقوم أيضا كأمانة عامة بقياس المبادرات من خلال مؤشرات أداء واضحة تخص المحتوى والاستثمار الإعلامي والمواهب الإعلامية وغيرها من الأسس المهمة في مجال الإعلام. منذ تأسيس مجلس دبي للإعلام أطلقنا العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، وفي مقدمتها الاهتمام بالكادر الوطني الذي يمثل أولوية أساسية لتطوير القطاع. واهتم المجلس بشكل خاص باستقطاب المواهب الإعلامية الشابة للمشاركة في القطاع الإعلامي، إضافة إلى توفير كافة مقومات الجذب اللازم لتشجيع الشباب. وقمنا أيضا باعتماد العديد من القوانين والسياسات الإعلامية الجديدة تخص المحتوى الأخباري وغيرها من الأسس المهمة في مجال الإعلام.